السلام عليكم، معاكم احمد برعي في فيديو جديد من فيديوهات المقارنة. ريلمي الفترة دي نزلت موبايل جديد واللي هو ريلمي تي 3 وعملت عنه اعلانات كتيرة جدا، وهو بصراحة موبايل كويس لانه بيقدم مميزات كتيرة جدا مع سعر قليل واللي هو يعتبر من موبايلات الفئة الاقتصادية. ففي بعض الناس في حيرة دلوقتي، تشتري الموبايل ده ولا تزود 100 او 200 جنيه وتشتري ريلمي 5 اللي نزل من فترة وبرده كان موبايل قوي جدا. ففي الفيديو ده هتكلم عن كل التفاصيل بين الموبايلين والاختلافات ونشوف مين الافضل، هل يستحق ان انت تدفع 200 جنيه وتجيب ريلمي 5 ولا تشتري الموبايل ده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش، لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، ولو عجبتك المقارنه ما تنساش اللايك، ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. نبدا اول حاجه بتصميم الموبايلين. نتكلم الاول على الريلمي سي 3، وهنا الموبايل اكيد ظهره والفريم بيجي من البلاستيك لان احنا بنتكلم على موبايل في الفئه الاقتصاديه او الفئه المتوسطه، فده طبيعي انه يجي من البلاستيك. هنا بقى التصميم شكله جميل جدا، في تجديد في يعني ظهره كده بيقولوا على شكل اشراقه شمس بيجي من الكاميرات كده، انعكاسات بتخرج من كاميرات الموبايل، فهنا التصميم جميل جدا، وفي بروز بيدي ماسكه كده اجمل للموبايل. اما بقى على الريلمي 5 فهو برضو الظهر والفريم بيجوا من البلاستيك، الاثنين يعني نفس الفئه تقريبا، فطبيعي هنا انه يجي من البلاستيك. هنا بقى التصميم مختلف شويه عن الريلمي سي 3، هنا بيجي فيه انعكاسات كده على شكل الماس او حاجه، فهنا الاثنين ظهرهم بيجي من البلاستيك، لكن التصميم ده حاجه ترجع لك. انا مش هقول موبايل احسن في التصميم او موبايل لا، التصميم ده على حسب ذوقك انت، لكن الاثنين ما فيش اختلاف بينهم في الخامات. اما بقى عن الشاشه فنتكلم على السي 3 الاول، وهنا الشاشه تقليديه شويه فيها نوتش القديم اللي مبقاش موجود في كل الموبايلات دلوقتي، بقى كله شاشه كامله. ما علينا، يعني شاشه بقى حجمها 6.5 انش، شاشه كبيره كويسه جدا، كمان من نوع اي بي اس ال سي دي، لكن هنا للاسف بدقه اتش دي، بس كان من الافضل او كان هيكون موبايل كويس لو كان جه بفول اتش دي، لكن ما فيش مشكله يعني برده احنا بنتكلم فيها قليله، في موبايلات فيها اتش دي وفي موبايلات يعني كان فول اتش دي، لكن برده ده ما زال طبيعي في الفئة دي، يعني شاشة كويسة جدا وهتديك مشاهدة كويسة مع الشاشة الكبيرة دي. اما بقى الريلمي 5 فهو برضو نفس الكلام، شاشة تقليدية بيجي فيها نوتش بحجم 6.5 انش من نوع اي بي اس، وبرضو بدقة اتش دي، الاثنين مفيش اختلاف بينهم، لكن الاختلاف هنا ان لاحظت ان وضوح او الشاشة بتاعت الريلمي 5 فيها سطوع اكبر او بتشوفها بشكل اوضح تحت اشعة الشمس عن الريلمي سي 3. يعني هنا مفيش اختلاف بين الموبايلين، لكن الافضليه الريلمي 5 بسبب السطوع الاكبر او الاوضح للريلمي 5. اما بقى عن اداء الموبايلين فنتكلم الاول على السي 3، وهنا المعالج اللي في الموبايل ده يعني كنا معتادين شويه في الفئه دي ان المعالج بيكون ضعيف، يعني مثلا هيليو بي 22 او حاجه في نفس الرينج ده، لا هنا المعالج قوي شويه واللي هو هيليو جي 70، معالج اداؤه قوي هيديك استخدام سلس جدا للجهاز، يعني مفيش اي مشكله في استخدامك العادي للمعالج ده. المشكله هنا ان انت لو تقلت شويه على الجهاز ممكن يسخن، وده بسبب انه معماريه كبيره واللي هي 12 نانو، ممكن يعني هنج معاك سنه بسيطه لو انت استخدمته استخدام تقيل قوي، يعني العاب وبرامج تقيل، لكن هو اداؤه كويس جدا. اما بقى المعالج الرسومي واللي هو برضه معالج قوي واللي هو ميل جي 52، والموبايل ده باين ان هو موجه للناس اللي بتحب الالعاب، خصوصا ان المعالج كمان جاي مع من سلسله الجي واللي هي بتكون للموبايلات المخصصه للالعاب. فهنا بابجي هتشتغل على هاي اتش دي، بس كول اوف ديوتي بتشتغل على اقل اعدادات، واكيد هتيجي مشكله او ابديت يحل المشكله دي. اما بقى عن الريلمي 5 فهنا الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 665، وده برضو اداؤه قوي جدا وصعب تواجه معاه اي مشكله. انا بصراحه احترت مين الافضل في المعالجين، يعني سناب دراجون 665 اداؤه يقارب الهيليو جي 70 او هو، لكن الهيليو جي 70 اقوى شويه او اقوى حاجه بسيطه من السناب دراجون 665، يعني الاثنين ادائهم كويس جدا، بس انا شايف ان سناب دراجون 665 اداؤه اكثر استقرارا شويه من الهيليو جي 70، لكن مازال برضو الهيليو جي 70 اقوى. اما بقى عن المعالج الرسومي فهنا برضو المعالج واللي هو رسومي ادرينو 610، وده برضو كان اداؤه كويس جدا في الالعاب، بيشغل بابجي بقى
على ميديوم جرافيك وكول اوف ديوتي على فيري هاي. فزي ما قلنا ان الريلم سي 3 اكيد هيجي له ابديت يحل المشكله دي لانه اكيد هيشغل كول اوف ديوتي على اعدادات اعلى من كده. يعني المعالج والمعالج الرسومي في الريلم سي 3 اقوى بحاجه بسيطه من الريلم 5، وبرده الريلم 5 اداءه كويس يعني ما فيهوش اي مشكله، لكن الريلم سي 3 المعالج والمعالج الرسومي ادائهم اقوى شويه من الريلم 5. الموبايل بقى ريلمي 3 بيجي من العلبة باندرويد 10 على عكس الريلمي 5 اللي هو لحد الوقت شغال على اندرويد 9 واكيد هيجي له تحديث يوصل لاندرويد 10. وهنا الريلمي 3 بصراحة الصوت بتاعه ما كانش كويس شوية، يعني كان واطي شوية على عكس الريلمي 5 اللي كان اعلى بحاجة بسيطة، على ان الريلمي 5 برضو الصوت بتاعه ما كانش افضل حاجة لكنه مازال افضل من الريلمي 3 من خلال الصوتيات. يعني نيجي بقى لأهم حاجة واللي هي الكاميرات. هنا الريلمي سي 3 بيجي بثلاث كاميرات خلفية، والعدسة الأساسية بتيجي بدقة 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f1.8، أما الريلمي 5 بيجي بقى بأربع كاميرات خلفية لكن العدسة الأساسية برضو بتيجي بدقة 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f1.8. هنا الريلمي سي 3 طلع صور كويسة جدا، كان أدائها قوي فعلا، هي تقريبا من أفضل الكاميرات في الفئة دي، وبرضو الريلمي 5 كان بيطلع صور كويسة جدا وبرضو هو كان من أفضل الكاميرات في الفئة دي. فما شفت صور الموبايلين مع بعض، لا هنا الموبايلين أداءهم قوي جدا وصعب تلاحظ بينهم فروقات، لكن كان التفوق شوية للريلمي سي 3، يعني كنت شايف فيه تفاصيل أكتر شوية. فهنا الريلمي سي 3 أداءه في الكاميرات أفضل بحاجة بسيطة جدا عن الريلمي 5. أما بقى باقي الكاميرات فهنا في كاميرا 2 ميجا بكسل ماكرو وكاميرا 2 ميجا بكسل عزل، يعني تقريبا دول ما بيبقاش ليهم لازمه. اما بقى الريلمي 5 فبيجي بقى بكاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد، ودي تدي له تفوق شويه عن الريلمي سي 3 وكاميرا 2 ميجا بكسل ماكرو وكاميرا 2 ميجا بكسل ديبث. يعني هنا او العدسه الاساسيه بتطلع صور افضل بحاجه بسيطه جدا من الريلمي 5، لكن برضو الريلمي 5 اداؤه كويس جدا. الريلمي 5 يتفوق على الريلمي سي 3 بالكاميرا اللي هي الالترا وايد 8 ميجا بكسل، وكمان يتفوق عليه بان هو بيصور فيديوهات بدقه 4K على عكس الريلمي سي 3 واللي هو بيصور فيديوهات بدقه 1080 بس. يعني مين الافضل في الكاميرات الخلفيه؟ الريلمي سي 3 بيطلع صور افضل، والريلمي 5 بيطلع فيه عدسات او في كاميرا زياده واللي هي الترا وايد. اما بقى عن الكاميرا الاماميه فهنا الريلمي سي 3 بيجي بكاميرا اماميه بصراحة بعدد ميجا بيكسل قليل قوي اللي هو 5 ميجا بيكسل، رقم صعب قوي كنا نشوفه دلوقتي، وكمان بيجي مع فتحة عدسة ضيقة قوي f2.4. فهنا بصراحة العدسة بقى على عكس الكلام اللي قلناه كانت بتطلع صور كويسة جدا، أداءها مقبول في الفئة دي لكن برضو رقم قليل وبيطلع يعني بتطلع فيها تفاصيل قليلة. أما بقى الريلمي 5 فالكاميرا الأمامية بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة f2.0، وهنا برضو الريلمي 5 كان بيطلع صور كويسة جدا من الكاميرا الأمامية بس برضو ما كانتش أفضل حاجة، لكن لو هنقارن بين الموبايلين فالسيلفي أداها أفضل من الريلمي سي 3. اما بقى عن البطاريه فالسي 3 بيجي ببطاريه كبيره واللي هي بحجم 5000 ملي امبير، بطاريه كويسه جدا هتقعد معاك لفترات طويله جدا بدون ما تشحنها. اما بقى المنفذ الشحن فللاسف بيجي من مايكرو يو اس بي، حاجه قديمه واختفت تماما في 2020، وكمان الشحن 10 واط فدي حاجه سيئه جدا في الموبايل ده. اما الريلم 5 فهو نفس الكلام، بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه كويسه وبرده منفذ الشحن مايكرو يو اس بي، والشحن او الشحن السريع الشحن اللي بيجي في العلبة واللي هو 10 واط فالاتنين ما فيش اختلاف بينهم، البطارية كويسة جدا لكن بصراحة الشحن ومنفذ الشحن هما حاجة او عيب في الموبايلين دول. اما بقى عن سعر الموبايلين فهنا الريلمي سي 3 النسخة التلاتة 64 بتيجي ب $140 او 2300 جنيه، اما الريلمي 5 فسعره حاليا ب 2500 جنيه، او اكيد قل شوية للنسخة التلاتة 64 اللي هي حوالي $160. يعني دلوقتي اشتري مين او مين الافضل؟ انا شايف لو فرق ال 100 جنيه او ال 200 جنيه بين الريلمي سي 3 والريلمي 5 مش فارق معاك او مش رقم كبير بالنسبه لك، وكمان لو انت مش من الناس اللي بتحب الالعاب قوي او مش بتستخدم الموبايل كتير في الالعاب فاكيد الريلمي 5 افضل ليك. غير كده الريلمي سي 3 موبايل كويس جدا واشتريه وهو موبايل بصراحه كويس وبيقدم قيمه مقابل سعر كويسه جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.